السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا بالجميع إخوة وأخوات. نلتقي اليوم لطرح التوقعات الأسبوعية للأسبوع القادم من يوم السبت الموافق لل15 من أكتوبر وحتى يوم الجمعة الموافق لل21 من أكتوبر للعام الجاري 2022. أسبوع جيد لأغلب الطوالع، وضروري أن ننوه أن التوقع حسب البرج الطالع وليس البرج الشمسي، والتوقيت المستعمل هو توقيت المملكة العربية السعودية. على بركة الله نبدأ بأوقات حلول المساء وحركة القمر وحركة الكواكب، أيضا سأضعها بالتعليقات ومنتدى اليوتيوب، ثم ننتقل إلى التوقعات لجميع الطوالع من الحمل إلى الحوت. أوقات خلو المسار، وهو الفترة التي تحدث عندما ينتقل القمر من برج لآخر ولا يتصل أي اتصال مع أحد الكواكب الرئيسية. فترة خلو المسار هو فترة سلبية لا تصلح للبدايات الجديدة كالخطوبة والزواج وتوقيع العقود وشراء الأشياء الثمينة والسفر، ولكن صالحة لإكمال ما بدأناه سابقا أي قبل خلو المسار. جيدة للاسترخاء والنوم والذهاب للنزهات وأماكن الترفيه والتسوق والاهتمام بالجسم والشكل الخارجي. أوقات خلو المسار لهذا الأسبوع بتوقيت المملكة العربية السعودية يوم السبت الموافق لل15 من أكتوبر عند الساعة 7:11 وحتى الساعة 9:11 بنفس اليوم. يوم الاثنين الموافق لل17 من أكتوبر عند الساعة 23:56 ينتهي صباح اليوم التالي 18 من أكتوبر عند الساعة 7:44. أخيرا يوم الخميس الموافق لل20 من أكتوبر عند الساعة 13:35 وينتهي عند الساعة 19:25 بنفس اليوم. حركة القمر لهذا الأسبوع يوم السبت وحتى ساعات المساء عند الساعة 9:12 في القمر في برج الجوزاء من مساء السبت الأحد الاثنين وحتى صباح الثلاثاء تحديدا عند الساعة 7:45 القمر في برج السرطان، صباح الثلاثاء الأربعاء وحتى مساء الخميس تحديدا عند الساعة 9:26 القمر في برج الأسد، مساء الخميس ويوم الجمعة القمر في برج العذراء. حركة الكواكب لهذا الأسبوع بحسب قربها من الشمس: الشمس في برج الميزان في بيت هبوطها، عطارد في برج الميزان في بيت مثلثته مستقيم سريع تحت الشعاع، الزهرة في برج الميزان بيتها مستقيمة سريعة محترقة، المريخ في برج الجوزاء غريب مستقيم بطيء، القمر بطيء ناقص النور، المشتري في بيت مثلثته برج الحمل متراجع بطيء، زحل في بيته برج الدلو متراجع بطيء، أورانوس في بيت هبوطه برج الثور متراجع سريع، نبتون في بيته برج الحوت متراجع سريع، وأخيرا بلوتو غريب في برج الجدي مستقيم بطيء الحركة. طوالع الحمل يوم السبت وحتى ساعات المساء تحديدا عند الساعة 9:12 القمر في برج الجوزاء بيتكم الثالث، توقيع عقود ورواج تجاري لمن لديه عمل خاص، انتبه من حوادث الطرقات، عودة للعلاقات للمنفصلين للشركاء العاطفة أو حتى الشريك العملي أو حتى علاقات الصداقة، اتصال وتواصل واندفاع للقاءات مع المحيط أو حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتبه عند التعرف على أشخاص جدد من إدخالهم لحياتك الخاصة لأنك عرضة للتعرف على أشخاص خبيثين ومخادعين، مساء السبت الأحد والاثنين وحتى صباح الثلاثاء تحديدا عند الساعة 7:45 القمر في برج السرطان بيتكم الرابع، تزداد المتطلبات والضغوط العائلية على جميع الأصعدة بشكل كبير عاطفيا وماديا، ويحتاجكم المحيط لتقديم العون والمساعدة من صباح يوم الثلاثاء الأربعاء وحتى مساء الخميس تحديدا عند الساعة 9:26 القمر في برج الأسد بيتكم الخامس، تجمعات عائلية وتشارك بمناسبات سعيدة ويحدث تبادل للهدايا، المنفصلين عاطفيا لو صح دليل الحب فرص للعودة، فرص للقاء مع شريك عاطفي صادق وارتباط وحتى بداية خطوبة، للمنتظرين
فرصة للحمل تبشر بذلك. من مساء الخميس وكامل يوم الجمعة، القمر في برج العذراء بيتكم السادس، الأمور جيدة على الصعيد العملي، تكثر الانشغالات ويطلب منكم المحيط العون كل حسب موقعه، حتى لا تكثر عليكم النميمة إذا كان الشخص مهم لديكم. وافقوا. أسبوع سعيد لطوالع الحمل. طوالع الثور يوم السبت وحتى ساعات المساء تحديدا عند الساعة 9:12، القمر في برج الجوزاء بيتكم الثاني، يتركز الاهتمام بالمال والوقت مناسب للمطالبة بالحقوق المالية، قد تستعيد دين أو قد تطالب أنت بسداد دين، تكثر المصاريف المالية بشكل كبير، انتبه من الإسراف والتبذير على أشياء لست بحاجة لها. مساء السبت، الأحد، الاثنين وحتى صباح الثلاثاء تحديدا عند الساعة 7:45، القمر في برج السرطان بيتكم الثالث، تكثر متطلبات المحيط والضغوط العملية من مديرك، لا تتذمر وتكثر الكلام حتى لا يصل الأمر إلى رئيسك في العمل من قبل المتربصين والأعداء في المحيط العملي. صباح الثلاثاء والأربعاء وحتى مساء الخميس تحديدا عند الساعة 9:26، القمر في برج الأسد بيتكم الرابع، تجمعات عائلية ويتم حل الخلافات بين المتخاصمين من أفراد العائلة، والوقت الفلكي مناسب لإجراء تصليح على السيارة أو حتى إجراء إصلاح داخل المنزل. من مساء الخميس وكامل يوم الجمعة، القمر في برج العذراء بيتكم الخامس، انتبه من النقاش مع الشريك العاطفي حتى لا ينقلب الأمر إلى شجار ويتطور الأمر إلى ملاسنة وأذى نفسي لك، حاول التأجيل لوقت أفضل. أسبوع سعيد لطوالع الثور. طوالع الجوزاء يوم السبت وحتى ساعات المساء تحديدا عند الساعة 9:12، القمر في برج الجوزاء بيتكم الأول، اهتمام بالشكل الخارجي وقدرة واندفاع لإنجاز المشاغل وإتمام الكثير من الواجبات، ترتفع المعنويات وتزداد الثقة بالنفس، ولكن انتبه من التسرع والعصبية والغضب وحتى التشويش الفكري واتخاذ القرارات المفاجئة. مساء السبت والأحد والاثنين وحتى صباح الثلاثاء تحديدا عند الساعة 7:45، القمر في برج السرطان بيتكم الثاني، حصاد مالي إيجابي والأمور ممتازة على الصعيد المالي. صباح الثلاثاء والأربعاء وحتى مساء الخميس تحديدا عند الساعة 9:26، القمر في برج الأسد بيتكم الثالث، عودة المياه إلى مجاريها في العلاقات والشراكات، علاقات عاطفية جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد تتحول إلى ارتباط أو علاقة رسمية. من مساء يوم الخميس وكامل يوم الجمعة، القمر في برج العذراء بيتكم الرابع، تجمعات عائلية ولقاءات مع الأقارب وتقضي أوقات جميلة، حاول الاستمتاع بوقتك ولا تتضايق حتى لو وجد بعض الأشخاص الذين لا ترتاح لهم. أسبوع سعيد لطوالع الجوزاء. طوالع السرطان يوم السبت وحتى ساعات المساء تحديدا عند الساعة 9:12، القمر في برج الجوزاء بيتكم الثاني عشر، إرهاق وتعب وحتى بعض الكسل وعدم الرغبة في إنجاز الأعمال اليومية، أنجز الأعمال الضرورية فقط، حاول ممارسة أي أشياء تحبها أو مارس الرياضة لتفريغ الطاقات السلبية. أيضا انتبه من النقاش مع العائلة أو المحيط القريب، حاول الاعتزال والدفع الصدقة إيجابي. مساء السبت، الأحد، الاثنين وحتى صباح يوم الثلاثاء عند الساعة 7:45، القمر في برج السرطان بيتكم الأول، تهتم بالشكل الخارجي وأمور التجميل والزينة وشراء الملابس، والوقت الفلكي أيضا مناسب للاهتمام بالأمور داخل المنزل وإحداث بعض التغيير والترتيب داخل منازلكم. صباح الثلاثاء، الأربعاء وحتى مساء الخميس تحديدا عند الساعة 9:26، القمر في برج الأسد بيتكم الثاني، حصاد مالي كبير مع بعض الإسراف، انتبه من التبذير على أشياء ليس لها داعي، والوقت أيضا مناسب للمطالبة بالدين وقد تطالب أنت بإرجاع دين. من مساء يوم الخميس وكامل يوم الجمعة، القمر في برج العذراء بيتكم الثالث، يطلبكم المحيط للعون معنويا أو ماديا. أسبوع سعيد لطوالع السرطان. طوالع الأسد
يوم السبت وحتى ساعات المساء، تحديدا عند الساعة 9:12 القمر في برج الجوزاء بيتكم 11، سرعة واندفاع بشكل كبير لتحقيق الأهداف والأمنيات، وبالمقابل تنصدم ببطء وتأخير من المحيط يتسبب في عرقلة وإحباط. لهذا لا تعتمد في إنجاز أي شيء إلا على نفسك حتى لا تخسر. مساء السبت، الأحد، الاثنين وحتى ساعات الصباح من يوم الثلاثاء، تحديدا عند الساعة 7:45 القمر في برج السرطان بيتكم 12، قد يتعكر المزاج ويكثر حديد النفس وتميل إلى تنظيم الأمور والتفكير بعمق. اهتمام بالأمور الروحانية والسرية، انتبه من كشف الأسرار أمام الأعداء الخفيين. صباح الثلاثاء والأربعاء وحتى مساء الخميس، تحديدا عند الساعة 9:26 القمر في برج الأسد بيتكم الأول، عودة للحيوية والنشاط وقدرة عالية لإنجاز المهام وانفراج على الكثير من الأصعدة. ترتفع المعنويات ويزداد التفاؤل. انتبه من المبالغة في قطع وعود لن تستطيع الإيفاء بها. الوقت الفلكي مناسب للاهتمام بالشكل الخارجي وشراء الملابس من مساء الخميس وكامل يوم الجمعة. القمر في برج العذراء بيتكم الثاني، تدفق مالي ومكاسب مالية من العمل. الوقت مناسب للمطالبة المالية، فقد تناقش موضوع قرض أو تحصل على التسوية المالية التي تنتظرها. أسبوع سعيد لطوالع الأسد. طوالع العذراء، يوم السبت وحتى ساعات المساء، تحديدا عند الساعة 9:12 القمر في برج الجوزاء بيتكم العاشر، جيد على الصعيد العملي، تقدم أفضل ما عندك عمليا سواء كنت موظفا وصاحب دخل محدود، فرص لتولي منصب جديد، أو كنت صاحب عمل خاص، فرص لتوقيع عقود لأعمال جديدة. أما العاطلين عن العمل فتوجد فرص، ولكن انتبه من الخداع وبعض الوعود الكاذبة. مساء السبت والأحد والاثنين وحتى صباح الثلاثاء وتحديدا عند الساعة 7:45 القمر في برج السرطان بيتكم 11، تجمعات مع المحيط والأصدقاء المقربين تجد منهم الدعم، خاصة أصدقاء العمل. علاقة عاطفية قد تنشأ في المحيط وتتوج بارتباط رسمي. صباح الثلاثاء، الأربعاء وحتى مساء الخميس، تحديدا عند الساعة 9:26 القمر في برج الأسد بيتكم 12، جدال ونقاش وقيل وقال وسوء فهم من المحيط، حاول الاعتزال. انتبه من الأعداء الخفيين وحافظ على أسرارك، وانتبه من تشويه سمعة. دفع الصدقة إيجابي. من مساء الخميس وكامل يوم الجمعة، القمر في برج العذراء بيتكم الأول، خطوات جديدة وانفراج على جميع الأصعدة. ترتفع المعنويات وتزداد الثقة بالنفس. الوقت مناسب للاهتمام بالشكل الخارجي. أسبوع سعيد لطوالع العذراء. طوالع الميزان، يوم السبت وحتى ساعات المساء، تحديدا عند الساعة 9:12 القمر في برج الجوزاء بيتكم التاسع، نشاط واندفاع لحوارات مع الأصدقاء الغرباء أو حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واهتمام بأمور الدين والفلسفة. السفر متاح وجيد هذه الأوقات. مساء السبت، الأحد، الاثنين وحتى صباح الثلاثاء، تحديدا عند الساعة 7:45 القمر في برج السرطان بيتكم العاشر، الأمور جيدة على الصعيد العملي، صفقات عملية وتوقيع عقود ونشاط مهني ومالي للهيئات السعيدة، تزداد الثقة بالذات ويقين بالخير القادم في المستقبل. أما الهيئات النحيسة فتبدو مرتبك وخائف وتفقد الثقة بالذات، لا تهتم، فنجمكم عالي والأمور جيدة. صباح الثلاثاء، الأربعاء وحتى مساء الخميس، تحديدا عند الساعة 9:26 القمر في برج الأسد بيتكم 11، انتبه من مشادات مع بعض الأصدقاء، أخبار سعيدة وزوار وضيوف ويتقرب منكم الناس. الأمور العاطفية في تحسن ويحدث صلح للمتخاصمين وحل الخلافات مع الشريك العاطفي. من مساء الخميس وكامل يوم الجمعة، القمر في برج العذراء بيتكم 12، تشاؤم كبير وظهور لأعداء وحزم لبعض العلاقات، حاول إيجاد التوازن وتأجيل الأمور المهمة واتخاذ القرارات لوقت آخر. دفع الصدقة إيجابي. أسبوع سعيد لطوالع الميزان.
طوال العقرب يوم السبت وحتى ساعات المساء تحديدا عند الساعة 19 و12 دقيقة القمر في برج الجوزاء بيتكم الثامن، أموال من غير تعب والوقت مناسب للسعي للمطالبة بدين أو أموال مشتركة أو ميراث معلق، تكثر الأحلام وتنشط روحيا وقد تتنبأ لك أو للمحيط ابتعد عن التشاؤم فالقادم أفضل. مساء السبت الأحد الاثنين وحتى صباح الثلاثاء تحديدا عند الساعة 7:45 القمر في برج السرطان بيتكم التاسع، يسع نجمكم اجتماعيا وعمليا ولكن قد تجد التنمر من المحيط من بعض السفهاء لا تلقي لهم بالا، وقت مناسب للسعي في أوراق السفر والقضايا المعلقة في المحاكم. صباح الثلاثاء والأربعاء وحتى صباح الخميس تحديدا عند الساعة 19:26 القمر في برج الأسد بيتكم العاشر، الأضواء مسلطة عليكم، انتبه من أخطاء مهنية وقيل وقال ونميمة من زملاء العمل، ويستحب عدم طلب أي شيء من رئيس العمل أو ممن هو أعلى منكم مرتبة، فالوقت غير مناسب للمطالبة بإجازة أو سلفة أو زيادة في الراتب تجد الرفض. الأوقات الأفضل هي بعد خروج الشمس من برج الميزان من مساء الخميس وكامل يوم الجمعة، القمر في برج العذراء بيتكم الحادي عشر، فرح وسرور ولكن مع كل هذه الفرحة الكبيرة سوف ينغص حياتكم بعض الخوف من مشكلة قادمة أو ذكرى ماضية، وقت جيد لحل الخلافات مع الشريك العاطفي، تبدأ الأمور على جميع الأصعدة في الحل تدريجيا، أسبوع سعيد لطوالع العقرب. طوالع القوس يوم السبت حتى ساعات المساء تحديدا عند الساعة 19:12 القمر في برج الجوزاء بيتكم السابع، على الصعيد العاطفي فرص لعلاقات عاطفية جديدة تنتهي بارتباط، أما العلاقات القائمة ففرح للأزواج أو الزوجات شاركوهم النقاش والأوقات السعيدة، عمليا توقيع عقود لمشاريع عملية جديدة. مساء السبت الأحد والاثنين وحتى صباح الثلاثاء تحديدا عند الساعة 7:45 القمر في برج السرطان بيتكم الثامن، حصاد مالي كبير من أموال غير متعوب فيها والوقت مناسب للمطالبة بالدين والسعي في ميراث، يكثر الأحلام انتبه فقد يكون فيها دلالة. صباح الثلاثاء الأربعاء وحتى صباح الخميس تحديدا عند الساعة 19:26 القمر في برج الأسد بيتكم التاسع، السفر غير مناسب ويفضل التأجيل، بعض المصاعب والعراقيل تحل وتجد لها الحلول لكل المشاكل. من مساء الخميس وكامل يوم الجمعة القمر في برج العذراء بيتكم العاشر، تعلو مكانتكم ويعلو نجمكم ويكثر لفظ أسماءكم عند الآخرين، وقت عملي مناسب لمشاريع جديدة وللموظفين المطالبة بترقية أو وظيفة وللعاطلين عن العمل أوقات جيدة للسعي في ذلك، أسبوع سعيد لطوالع القوس. طوال الدلو يوم السبت وحتى ساعات المساء عند الساعة 19:12 القمر في برج الجوزاء بيتكم الخامس، حل الخلافات مع الشريك العاطفي، حاول إنهاء المشاكل وكن عونا للشريك،
عودة لعلاقات عاطفية منتهية، تنشغل بأمور الأطفال، الحظوظ جيدة لجميع الأصعدة من مساء السبت، الأحد والاثنين وحتى صباح يوم الثلاثاء، تحديدا عند الساعة 7:45 القمر في برج السرطان بيتكم السادس. الكثير من الضغوطات، لا تؤجل الأعمال، فلديك القدرة على الإنجاز حتى تنهي كل الأشياء. الاهتمام بالعمل وتنظيم داخل مكان العمل، ولديك مكاسب مالية من التجارة، مناسب للباحثين عن عمل. صباح الثلاثاء، الأربعاء وحتى صباح الخميس تحديدا عند الساعة 9:26 القمر في برج الأسد بيتكم السابع. انتبه من النقاش بحدة وعصبية مع الشريك العاطفي، ولا تسمح للمحيط بالتدخل. فرص خطوبة وارتباط للسيدات خصوصا للهيئات الصالحة غير جيد لتوقيع العقود والشركات الجديدة، وغير جيد على قضايا المحاكم، يفضل التأجيل لوقت آخر. من مساء الخميس وكامل يوم الجمعة، القمر في برج العذراء بيتكم الثامن، تتعمق في التفكير في أسباب المشاكل وكيفية التخلص منها، وتأتيك الرغبة لإحداث تغييرات جذرية في حياتك. حصاد مالي كبير. أسبوع سعيد لطوالع الدلو. طوالع الحوت، يوم السبت وحتى ساعات المساء تحديدا عند الساعة 9:12 القمر في برج الجوزاء بيتكم الرابع. مشاكل وفتن بين الأهل، وقد يحصل تحريف كلام، حاول ألا تدخل في نقاش عقيم وابتعد حتى لو طلب منك التدخل. انتبه من إسراف مالي. من مساء السبت والأحد والاثنين وحتى صباح يوم الثلاثاء تحديدا عند الساعة 7:45 القمر في برج السرطان بيتكم الخامس. أوقات مناسبة للحمل وحظوظ على الصعيد العائلي والعاطفي واهتمام بالأبناء، علاقات عاطفية جديدة قد تقدم الهدايا. صباح الثلاثاء، الأربعاء وحتى صباح الخميس تحديدا عند الساعة 9:26 القمر في برج الأسد بيتكم السادس. الوقت مناسب للباحثين عن عمل. انتبه من المشادات مع زملاء العمل، وانتبه من تشويه السمعة، قد تحدث مشاكل وضغوطات عملية كبيرة، وعلى صعيد الحياة اليومية حاول إيجاد الحل النهائي لذلك. من مساء الخميس وكامل يوم الجمعة، القمر في برج العذراء بيتكم السابع، شركات عملية توقيع عقود وأوقات جيدة مع الشريك العاطفي، حاول عدم إثارة المشاكل مع المحيط. أسبوع سعيد لطوالع الحوت. كانت هذه أهم الأحداث الأسبوعية الفلكية لجميع الطوالع من الحمل إلى الحوت حسب حركة القمر عبر البروج. أتمنى أسبوع سعيد لجميع الطوالع. الرجاء الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات والإعجاب بالفيديو. شكرا للمتابعة ودمتم بخير وسلام.